السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. لكي يعمل معك جميع الأوراد أو الآيات أو الصور أو القرآن أو الذكر أو ورد تفعله يوميا، فيجب عليك الاستقامة. لا تمزح أو لا تلعب، لا تراوغ يوما في اليمين وغدا في اليسار، لا تراوغ. فيجب عليك أن تستقيم إلى الله، اعتزال المحرمات بعينك وبلسانك وبأذنك. حاول أن تعتزل المحرمات وسترى أن الأشياء بدأت تتفاعل معك، والقرآن والذكر بدأ يتفاعل معك بإذن الله بعدما أنك تستقيم. فإن لم تستقيم فلا شيء يفعل معك، والله أعلم. وإخلاص النية كذلك. هذا الورد هو من الأوراد المجردة أيضا، هو كل يوم ستقرأ السورة 4 مرات في اليوم. إذا أردت أن تقرأ مرتين في الصباح ومرتين في الليل فممكن، يعني 4 مرات في اليوم. يوم السبت ستقرأ سورة الفتح، يوم السبت ستقرأ سورة الفتح 4 مرات. يوم الأحد ستقرأ سورة ياسين 4 مرات. يوم الاثنين ستقرأ سورة الواقعة 4 مرات. يوم الثلاثاء ستقرأ سورة الرحمن 4 مرات. يوم الأربعاء ستقرأ سورة الجن 4 مرات. يوم الخميس ستقرأ سورة تبارك 4 مرات. يوم الجمعة ستقرأ سورة السجدة 4 مرات. 4 مرات ممكن أن تقسمها مرتين، كما قلت، مرتين في الصباح مرتين في المساء. وكل مرة تنتهي من هذه السور تدعو إلى الله إلى حاجتك وستقضى بإذن الله. وإذا أردت أن تطبقها يعني تسلسل، كل أسبوع تفعل نفس الطريقة، كل أسبوع تفعل نفس الطريقة. هذه من الصور المجربة، 7 صور التي تقضي الحوائج بإذن الله، والله أعلم. ما عليك إلا عقد النية وطلب الله، وسيقضي الله لك حاجتك بإذن الله. هذا كل شيء، ومع السلامة وإلى اللقاء.